بشرى سارة لكل اللي عنده فيلا أو بيت أو عمارة عايز تشطب واجهتها وبتناسق جميل وشيك وبأقل التكاليف. عليك بمكتب الهندسي للمحارة الملونة، سعر المتر 80 جنيه. شطب في مرحلة واحدة ووقت قياسي، التنفيذ على الطوب الأحمر مباشرة. منتجنا بديل الحجر الهاشمي والفرعوني، بنقدم لكم أفضل جودة بأفضل سعر في مصر وشهادة ضمان بعشر سنين على ثبات المنتج وعلى عدم تغير اللون. للاستفسار تواصل معنا على الأرقام التالية. سر جمال شعر الملكة تي من الطبيعة بعد 5000 سنة. نفرتنوفا جمعنا خلطة قدمائنا المصريين، عملنا إعادة تدوير لكل الخامات وطلعنا أقوى منتج طبيعي 100% لملء فراغات الشعر والصلع والتجعيد، وكمان بيطول وتقل الشعر. مجموعة غنية بالزيوت والفيتامينات الضرورية لكل أنواع الشعر، وآمن أيضا على الأطفال وجميع الأعمار رجال وسيدات. وكمان شامبو بلسم لصحة ولمعان وجمال الشعر بزيت أركان المغربي فقط من نفرتنوفا. المجموعة عبارة عن ماسك النخاع وكريم التصفيف وشامبو وبلسم. واسأل على العروض. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جنة الإسلام، والذي نسلط فيها الضوء على الكلمة والمقصود بالكلمة. فالكلمة كما وردت في القرآن الكريم إما أن تكون طيبة كما قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإما أن تكون خبيثة كما قال الله عز وجل أيضا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ويقول الرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تزال سالما ما لم تتكلم، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول سيدنا علي ابن أبي طالب: إذا اكتمل العقل نقص الكلام. وهو الذي قال أيضا عندما يكون الصمت تكون الهيبة. أرحب بضيف في الاستوديو فضيلة الدكتور أحمد سمير لنناقش معه كل هذه الأمور المتعلقة حول الكلمة. دكتور، السلام عليكم ومساء الخير، وأهلا بك معنا عبر شاشة الصحة والجمال واليوم في جنة الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك. دائما دكتور تكون متألقا ومتأنقا ومتميزا. الله يرحمنا. الله يرضى عليك. دكتور، على طاولة هذا المساء نسلط الضوء على الكلمة. ورد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والشاهد من الآية الكريمة أن الكلمة لها أثر في النفس ولا أثر في الغير. دعني أسأل فضيلتكم عن الكلمة، وما هي أنواع الكلمة؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يعلم كل واحد منا يعني أننا مؤاخذون بما نتكلم به، كما ورد في الحديث لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: أمسك عليك هذا، يعني اللسان. نعم. فقال يا رسول الله، سيدنا معاذ قال: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به بما نتفوه به. نعم. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك هذه بالأصل دعاء على الشخص. نعم. ولكن صارت العرب تستخدمها للتنبيه. للتنبيه. يعني نعم، انتبه. نعم. لما أقوله لك، الأمر خطير، الأمر جلل، انتبه جيدا. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. والآية بالله. نعم. ولو نظرنا إلى الآية اللي حضرتك ذكرتها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اثبتوا على التقوى. نعم. داوموا على التقوى، اثبتوا عليها، لازموها. ثم بعدها: وقولوا قولا سديدا. نعم.
وقولوا قولا سديدا. نعم. فالكلمة عبارة عن أحرف، أو أحيانا يكون حرف واحد ولكنه يعطي معنى. نعم. زي مثلا قي حرف ولكن من الوقاية. نعم. عي من الوعاية وهكذا. حتى لو نظرنا كمان إلى القرآن في مسألة الإحسان إلى الأبوين، انظر إلى استعمال لفظ القرآن: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أيوة. يعني شوف كلمة أف، هذه الكلمة لما تحدث في قلب الأبوين من أذى شديد وحسرة كبيرة. نعم. نهانا القرآن عن استعمالها معه، هي قد أحيانا قد تكون عبارة عن حركة. فالكلمة لها قيمتها. الكلمة في الإسلام ليست مجرد أنه زي كتير من الناس يقول لك خلاص يا عم وكلم عليه جمرك، أقول اللي أنا عايزه أو أتكلم زي ما أنا عايز وحد يحاسبني. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد. نعم. كما ذكرت، إما أن يكتب لك أو عليك. نعم. ما دمت ساكتا فأنت بخير، لا تزال سالما ما دمت ساكتا. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث قال: من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا. نعم. يعني هذه وصية عظيمة. لما الرجل قاله أوصني يا رسول الله، فأوصاه بالصمت، ومعناه ليس معناه الإنسان يبقى مطبق الشفتين لا يتكلم، لا، إذا كان الكلام يعني هو المقصود، الإنسان قبل أن يتكلم لابد وأن يفكر في الكلام، لابد وأن يفكر في الكلام. فإن وجدت للكلمة مسلكا في الخير فتكلم بها وأكثر. نعم. كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله ونحو ذلك. وإن لم تجد لها في الخير طريقا فأمسك عنها. ليه؟ لأنه لو كانت في الخير تكون لك، ولو كانت في الشر تكون عليك. نعم. طب إذا كانت في المباحات، العلماء يقولون على الإنسان ألا يكثر حتى من الكلام المباح. الكلام المباح اللي هو زي إيه؟ عايز أكل، أشرب، كذا، اللي هي الأمور العادية، الإنسان لا يكثر منه. ليه؟ لأنه لو أكثر منه قد يجره إلى الحرام. يا سلام. أحيان أكثر من الكلام المباح، لا، الكلام مباح ما له شيء، هو مباح أنك تتكلم به، ولكن الأكثر منه قد يجرك إلى الحرام، قد يجرك إلى قول الحرام. فالإنسان عليه أن ينتبه. لذلك قال بعضهم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا ويعلمنا فيقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرتفع بها إلى أعلى الدرجات. الله أكبر. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها أسفل الدركات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. نعم. هو أصلا لا يفكر فيها، لا يلقي لها بالا، لا يظنها ضارة له، بل لا يظن أن عليه إثما بهذه الكلمة. النبي قال: لا يلقي لها بالا، لا يرى بها بأسا. النبي حكم على قائل هذه الكلمة بالوصول إلى قعر جهنم، قال: يهوي بها في النار 70 خريفا، أي 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكافرين، لأن المسلم لا يصل إلى قعر جهنم. فالعلماء قالوا هذه الكلمة هي مخرجة من الدين. وبهذا استدل حتى علماؤنا الأكارم الفقهاء، يذكروا في كتب الفقه باب الردة، ومن أبواب الردة قالوا: أقوال وأفعال واعتقادات. أقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر. نعم. كمسبة الله، مسبة الأنبياء، مسبة دين الإسلام إلى غير ذلك. ومن وقع في شيء من ذلك عليه أن ينطق بالشهادتين بنية رجوعه إلى الإسلام. نعم. الإنسان عليه أن ينتبه. الله سماها كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر، سماها في القرآن كلمة. فالإنسان عليه أن ينتبه. والكلمة إما طيبة وإما خبيثة. ده كده أنواع الكلام. نعم. تمام. إما أن تكون طيبة وإما أن تكون خبيثة. نعم. والكلمة الطيبة هي التي تكون موافقة للشرع. الكلمة الطيبة. نعم. هي التي تكون موافقة للشرع. ليست مخالفة له. نعم. وتسر السامعة، يعني بيسمعك، تكون سببا في حصول السرور له. نعم. يبقى تكون موافقة للشرع، تسر السامعة، تؤلف بين القلوب. نعم. أو تؤلف القلب، وهي التي تحدث أثرا طيبا في نفوس الآخرين، تترك أثر طيب.
وهي التي تثمر عملا صالحا في كل وقت بإذن الله، وهي التي تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر. سبحان الله، بالأمس كنت مع صديق نتكلم فذكر لي قصة حصلت بين سيدنا سعد وسيدنا عمر، لما كان سيدنا عمر كان هو الخليفة وهو أمير المؤمنين، ووقتها لما جاءت إليه الغنائم أرسل إلى سيدنا سعد أبي وقاص، أرسل له بجلباب يعني قماش من أحسن الثياب، فلما أرسلها له سيدنا سعد ماذا عمل؟ تصدق بها. فلما جاءت الغنائم بعد ذلك فقال أنا أرسلها له ويتصدق بها، فقال أرسل له شيئا عاديا. نعم. فأرسل له قماشا عاديا، فسيدنا سعد لما عرف غضب، لما فعل معي ذلك؟ ومن الغضب فقال والله لأضربن بها رأسه إنه بهذه القماش. نعم. ثم ذهب إلى سيدنا عمر، فبلغ سيدنا عمر ما قال، ذهب إليه قال له لما لم ترسل لي حقي؟ فقال له أرسلت لك قبل ذلك وتصدقت بها. فقال أنا أتصدق أو لا أتصدق؟ أنا أفعل بها ما أشاء. نعم. أرسل لي حقي. وثم بلغه وقال والله لقد أقسمت أن أضرب بها رأسك. فشوف بيكلم مين؟ الخليفة، القائد، الرئيس. فشوف سيدنا عمر كيف استوعب سيدنا سعد، ده بيدلك عليه الكلمة، ردة الفعل. فشوف سيدنا سعد الكلمة لها مكانتها. نعم نعم نعم. فشوف سيدنا عمر فقال له هذه رأسي، مدها له قال هذه رأسي ولكني أعلم أن الشيخ يرفق بالشيخ. فاحتضنه سيدنا سعد وصار يبكي رضي الله عن الصحابة الكرام. طب تعقيبا دكتور على كلام فضلاتكم أن الكلمة الطيبة رسالة الله إلى أهل الأرض، هذه الكلمة يعني من بداية سيدنا آدم إلى قيام الساعة لها أهل. نعم. يحملون. نعم. كالأنبياء والرسل. نعم. أيضا هذه الكلمة يعني تستمد قوتها من أنواع الخير، وتستمد جمالها من جمال اللفظة أو عذب العبارة. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة صلى الله عليه وسلم. الله دكتور دعنا نتوقف إلى فاصل. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نصل إلى الفقرة الثانية من جنة الإسلام، تفضلوا بالبقاء معنا. بشرى سارة، لكل اللي عنده فيلا أو بيت أو عمارة عايز تشطب واجهتها وبتناسق جميل وشيك وبأقل تكاليف، عليك بمكتب الهندسي للمحارة الملونة، سعر المتر 80 جنيه، شطب في مرحلة واحدة ووقت قياسي، التنفيذ على الطوب الأحمر مباشرة، منتجنا بديل الحجر الهاشمي والفرعوني، بنقدم لكم أفضل جودة بأفضل سعر في مصر، وشهادة ضمان بعشر سنين على ثبات المنتج وعلى عدم تغير اللون. للاستفسار تواصل معنا على الأرقام التالية. سر جمال شعر الملكاتي من الطبيعة بعد 5000 سنة، نفرتنوفا جمعنا خلطة قدمائنا المصريين، عملنا إعادة تدوير لكل الخامات وطلعنا أقوى منتج طبيعي 100% لملء فراغات الشعر والصلع والتجعيد، وكمان بيطول وتقل الشعر. مجموعة غنية بالزيوت والفيتامينات الضرورية لكل أنواع الشعر، وآمن أيضا على الأطفال وجميع الأعمار رجال وسيدات، وكمان شامبو بلسم لصحة ولمعان وجمال الشعر بزيت أركان المغربي فقط من نفرتنوفا. المجموعة عبارة عن ماسك النخاع وكريم التصفيف وشامبو وبلسم. واسأل على العروض. أهلا
بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من جنة الإسلام والذي نسلط فيها الضوء على الكلمة. أرحب أيضا بفضيلة الدكتور أحمد سمير. دكتور، قبل الفاصل تحدثنا عن الكلمة وأنواع الكلمة، خلينا أسأل فضيلتكم، هل الكلمة تكون سببا من أسباب تكريم الله للعبد؟ نعم، الكلمة الطيبة هي سبب من أسباب تكريم الله للعبد، كما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. الله أكبر. قال لمن أطاب الكلام، بل انظر يعني الله عز وجل، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل يجازي العبد المؤمن الذي يذب عن عرض أخيه ولو بكلمة، بأي شيء يجازيه؟ كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد، يعني ذب، منع، مثلا حد بيتكلم على حد تاني في عرضه ونحو ذلك فدافع عنه لأنه ليس كذلك، قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. معنى رد الله عن وجهه النار يوم القيامة معناه لا يدخله النار. نعم، يعني ده أثره أنه فقط يعني دفع عنه رد عن عرضه. والكلمة الطيبة كما كنا كما ضرب الله لنا المثال في القرآن، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. ويضرب الله الناس الأمثال لعلهم يتذكرون. فهنا الكلمة الطيبة مثل ماذا؟ كلا إله إلا الله ونحو ذلك، كما قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني إليه يصعد الكلم الطيب، أول شيء لابد أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان والجهة. نعم. لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أما معنى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني يصعد الكلم الطيب كلا إله إلا الله يصعد إلى محل كرامته وهي السماء، فالسماء محل كرامة الله وهي مكان لم يعصى الله تعالى فيه. نعم. فهذا معناه إليه يصعد الكلم، يعني الأعمال الصالحة ترفع إلى السماء، هذا معناه إليه هنا للتشريف. فالكلم الطيب كلا إله إلا الله وترفع معها العمل الصالح، يعني يتقبل من العبد المؤمن. والكلمة الطيبة من خصائصها ومن أثرها لها أثر عظيم، أنها شعبة من شعب الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا دكتور، يعني التكريم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال في واقعة أبي ذر الغفاري، لما قال له أبو ذر يا ابن السوداء، فسيدنا بلال قال له لا اشتكينك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقتها سيدنا أبو ذر يعني ذهب إلى سيدنا بلال ووضع خده على التراب وقال يا بلال ضع قدمك على خدي، فسيدنا بلال بكى وقال لسيدنا أبو ذر والله لا أضع قدمي على خد سجد لله عز وجل. طب دكتور، يعني يدور في ذهني الآن الحوار الذي دار بين سيدنا الحسين والوليد حاكم المدينة، لما أراد أن يجعل سيدنا الحسين يبايع الوليد بن عبد الملك، اليزيد بن عبد الملك، يزيد فقال له يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية، نعم، قال له يا ابن بنت رسول الله ما هي إلا كلمة قلها وارجع إلى جموع المسلمين. فسيدنا الحسين قال له يعني أتدري ما معنى الكلمة؟ فمفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار في كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. ثم استرسل في الحديث حتى وصل وشرف الرجل الكلمة. سؤالي أنا يا سيد الكريم، ما المقصود بشرف الرجل الكلمة؟ نعم، لما قال له أولا سيدنا الحسين يعني سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، يعني الزكي الطاهر
يعني الشهيد السعيد صبت النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فلما طلبوا منه أن يقول هذه الكلمة هو يعلم أن يزيد لا تصح له الخلافة ولا تصح له البيعة. نعم. فلذلك عند ذلك سيدنا الحسين ما أراد أن يقولها أن يبايع. لماذا؟ لأنه كان يجاهر بالمعاصي ونحو ذلك، فما صحت له البيعة وما صحت له الخلافة. نعم. هذه واحدة. الثانية هذا يبين لك قيمة الكلمة لما قال له مفتاح الجنة في كلمة هي بشهادة التوحيد. نعم. لا يدخل الجنة إلا مؤمن. نعم. يعني نطق بالشهادتين واعتقد معناهما. كذلك أيضا النار، دخول النار في كلمة، كمن كفر بالله ونحن ذلك كلمة. نعم. الكفر. وشرف الرجل كلمة، أليس من صفات المؤمن الصادق إذا يعني وعد. إذا وعد صدق في وعده. نعم. والوعد عبارة عن كلمة. قد يكون وعد بالكلمة. نعم. أعيدك بكذا، يوفي بوعده، يوفي بعهده معك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود إلى غير ذلك. فهذا يدلك على أي شيء؟ يدلك على قيمة الكلمة. لذلك نقول للجميع يعني ما حصل مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما خاطب لسانه قال: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ذلك أيضا ورد في الحديث أن المعاصي كل يوم صباح تستغيث باللسان، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الكلمة تؤلف بين الكلمة الطيبة تؤلف بين القلوب، والكلمة الخبيثة تنفر القلوب بكلمة. يعني لذلك قالوا: حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين، على حفظ أوامر الدين. كذلك بكلمة قد تقام الحروب بين الناس وبين الدول والشعوب، وبكلمة تنطفئ هذه الحروب. الله. الكلمة أثرها عظيم ونفعها عميم. الكلمة ليست مجرد كلام يقال، لا، تسأل عنه يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. فالإنسان سيسأل عن كل ما تكلم به، عما فعل، عما نطق، سيسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتسأل. لذلك العلماء عملوا باب في الباب الفقه الإسلامي سموه باب معاصي اللسان، وذكروا له كثيرا من المعاصي. نعم. الغيبة، البهتان، إلى غير ذلك. يعني حتى انظر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر باللسان، وقد يكون بالحركة، ولا تنابزوا بالألقاب، إلى غير ذلك. فالإنسان عليه أن ينتبه، عليه أن يتقي الله عز وجل. وزي ما قلنا يعني من خصائص الكلمة ذكرنا أشياء كثيرة، ومن ضمنها كما قلنا الكلمة الطيبة سمة المؤمنين الصادقين وشعارهم، وهي تؤلف بين القلوب وتصلح النفوس وتذهب الحزن وتزيل الغضب وتشعر بالرضا والسعادة، لا سيما إذا رافقتها ابتسامة صادقة. الله أكبر. دكتور، يعني كالعادة تكون متميزا في إجاباتك. أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك. شكرا دكتور. مشاهدينا الكرام، سئل أحد الحكماء عن الكلمة فقال: إن الكلمة إما أن تكون سهم قاتل، وإما أن تكون سهم يرشدك إلى الصواب. فإذا أسأت إلى من أمامك فقد قتلته، وإذا أحسنت إليه فقد أرشدته. لذلك يجب علينا أن نعي معنى الكلمة قبل أن تخرج من أفواهنا. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: الكلام كالدواء، إن قل منه نفع وإن كثر منه قتل. بهذه الكلمات مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من جنة الإسلام. الشكر كل الشكر لفريق عمل برنامج جنة الإسلام. أما عن السادة المشاهدين، أشكر لكم كرم المتابعة. في أمان الله وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.